200 دولار شغلت طن ومش وايفه. يعني الفستق اليوم عم بيقولوا 200 مثلا 220 هاي وسطيا، يعني اذا بدي اجيب طن ما بتأدي 3 اربع شو. والله على فحم الحراقات كل سنه، فحم حراقات او حطب. السنه الماضيه جبت حطب شي 700 كيلو ما كفاني، رجعت جبت شي طن حراقات. ايش هالون الشتويه؟ والله كنت السنه الماضيه دفيت على 20 فستق، السنه لسه ما فكرت باي شيء. حطب وفحم، واغلب الشيء الفحم وتشغيل اكياس. على الفحم. شو السبب؟ السبب يعني هلا ما بيتدفى الواحد غير على الفحم يعني، وما في يعني هالمبلغ الواحد بده يجيب. فحم حرقوت. ليش؟ شو السبب؟ ارخص الشيء بيدفي احسن شيء. يدفينا يعني احسن شيء، احسن من الحطب اوفر. جبت والله 100 دولار. على اي نوع بتدفى بالعاده؟ فحم حجري، على الفحم والله بتدفى. على شو بتدفى بالعاده؟ حطب فحم. والله الامكانيات ما هو زياده. في عندنا الله يعزك محل احذيه، في شويه عتيق، وعم جبنا شويه حطبات، واذا تامل معنا جبنا شويه فحمات. ايش بدنا شي طن ونص بالشتاء. قديش يعني بكلفوك؟ ايش بيجي 250 دولار يعني بالميتين لل 175 لل 200 دولار تدفئة. بتحطهم طون ونص. شو حقهم اليوم؟ حقهم 225 دولار. يعني الطون ب 150 دولار. يعني وسطيا اقل شيء 200 دولار للعائله الواحده. فوق ال 170 180 200 وفوق. هاي وسطيا، يعني اذا بدي اجيب طون ما بتأدي 3 اربع شو؟ شهرين شهر ونص عم تأدي وسطيا 300 دولار 400 دولار، لانه نحن عائلتنا كبيره. يعني بتكلف 250 دولار. بدك تدفعهم؟ بدي ادفعهم 250. السبب غلاء؟ والله ما بعرف، المصدر غالي. والله يعني بال 200 دولار شغلت 200 دولار شغلت طن طن شوي فحم. هو غالي؟ غالي. شو بدنا نسوي؟ شلون يعني بدنا ندفع بعدين؟ يعني اقل شيء من 200 ل 300 دولار. ليش؟ ما الغلا ما في، لانه شيء غلا والوضع شايفينه، الله يفرجها احسن الشيء.